الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والعزة لله وللوطن. بمناسبة ذكرى الفاتح من نوفمبر عيد الثورة المجيدة، وبناء على قرارات السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والتي تقتصر في الاحتفالات على الأمور الرسمية وعدم إبداء أي مظاهر من مظاهر الاحتفالات تضامنا مع إخواننا الفلسطينيين ومع شهداء فلسطين، اقتصر نشاط هذه الذكرى ببلدية ولاد قاسم على تلاوات لكتاب الله العزيز الكريم من براعم القاعة المتعددة النشاطات، وتجمع للأسرة الثورية بمكتب السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي عمار بو معزة، ويلي بعد ذلك رفع العلم الوطني والاستماع إلى النشيد الوطني تحيا الجزائر.